أنا عاوزة أعرف إمتى أعلم ولادي يعترفوا من سن كام، وإزاي أفهمهم سر الاعتراف. كمان أنا أوقات كتير بضعف وأحس إن أنا مش عارفة أكمل وقلقانة على مستقبلهم، طبعا أقصد مستقبلهم الكنسي مش التعليمي. بالنسبة للعادات زي ما اتكلمنا قبل كده، أي عادة ببتدي أغرسها فيهم في أول 6 سنين اوكي بعلمهم إزاي يعيشوها في تاني 6 سنين، وبشرح ليه في تالت 6 سنين يعني. أنا أعرف آباء كتير كهنة بياخدوا فصول مدارس الأحد يروحوا يعترفوا عندهم، وحتى ولاد صغيرين كده بياخدوهم برضو بيعترفوا، مجرد علشان تتغرس في ذهنه فكرة ان احنا يعني هنعترف في حاجة اسمها سر اعتراف. اوكي. ومن سن بقى 6 لـ 12 بعلمه بقى ازاي يعترف وفوائد الاعتراف. وهنا انا انتهز الفرصة يعني اشرح بسرعة ازاي الواحد يعني يعترف. لو هو طبعا في كذا طريقة، بس أنا بحس دي طريقة منظمة بترتب فكر الولد أو البنت، إن أنا ببص على 3 حاجات: علاقتي مع ربنا، وعلاقتي مع الآخرين، وعلاقتي مع نفسي. علاقتي مع ربنا من جهة الصلاة، الصوم، قراية الكتاب المقدس، حضور الكنيسة، الاعتراف، التناول، العشور، كتب روحية، مطانيات إلى آخره يعني. وما فيش مانع ان يعني الولد او البنت، الشاب او الشابة، يجيب ورقة صغيرة ويكتب حاجات كده يفكر بيها نفسه. أوكي. علشان لما يروح يعترف تبقى افكاره منظمة ومترتبة. علاقته بقى مع الاخرين، ايه الضعفات اللي بتحصل في علاقته مع الاخرين، زي مثلا كذب، شتيمة، نرفزة، غضب، وممكن عشان تبقى سهلة بالنسبة له يعني: علاقتي في اسرتي، علاقتي مثلا في المدرسة، علاقتي في الكنيسة، علاقتي مع أصحابي وجيراني. ويبتدي يشوف كده في النواحي المتعددة نقطة الضعف اللي بيتكلم عنها. وآخر حاجة علاقته مع نفسه، فيها حاجتين اللي هي العادات والأفكار. مثلا لو جاني فكر شهوة، جاني فكر حسد، جاني فكر غيرة، دي حاجة جوه ذهني أنا. أوكي. والعادات زي مثلا واحد بيضيع وقته كتير، ابتدى يبقى مدمن جيمز، مش عارف ايه، ما دي عادات بتخصني انا يعني. او خطايا شبابيه الى اخره. بحيث انا لما بروح لابونا وكاتب النقط دي، انا مش بروح بحكي بقى يعني، انا رايح انا يعني اخطات امام ربنا في علاقتي معاه كذا وكذا وكذا، وفي علاقتي مع الاخرين في كذا وكذا، وعلاقتي مع نفسي في كذا وكذا. الطريقة دي الاعتراف مش مفروض ياخد اكتر من 4 5 دقايق بالكتير قوي. وابونا هيديني النصايح او هيديني تدريب روحي ويصلي لي التحليل وهمشي بسلام. وهنا الاب والام يبتدوا يشرحوا لولادهم طريقة الاعتراف. هيجي بقى سألتين: طب ليه انا اعترف؟ ليه اروح افضح نفسي قصاد ابونا واكلمه وغير صورتي قدام ابونا؟ لكن هي الحقيقة ان علشان الانسان ينتصر على اي عادة في حياته في حاجتين مهمين جدا: التحمل المسؤولية، واللي بنسميها بالانجليزي accountability، ان حد بيخوض هم accountable، بيحاسبه. فالاعتراف بيغطي النقطتين دولت. انا لما بروح اقول انا اخطئت في ده، يبقى انا تحملت المسؤولية. ولما بقف وبقول ان انا عملت كذا، وابونا بقى بيخوض مي اكاونت وبيتابع معايا وبيصلي وبيشجعني، ده بيساعدني النقطتين دولت ان انا اتغلب على الخطيئة. عشان كده ربنا من محبته حط لنا الاعتراف بالطريقة دي عشان يساعدنا احنا. حتى في العالم اللي هو غير المسيحي، مثلا الادمان، لقوا اكتر حاجة ساعدت المدمنين يتخلصوا من الادمان هو الجروبز، السبورت جروب زي الكول انونيمس او ناركوتيك انونيمس. ليه؟ لان دولت بيبقى فيها النقطتين دولت: انا بقف قصاد المجموعة اللي هم حاضرين وبقول ان انا مدمن بقالي 10 سنين، وهم بقى بقولهم انا بطلت مثلا اخد الهيروين بقالي 10 ايام،
المرة الجاية بقول لهم بقالي دلوقتي كملت شهر، فهم they hold me accountable. اوكي. فده بيساعد حتى اخواتنا البروتستانت اللي هم لا يؤمنوا بسر الاعتراف يبتدوا يعملوا حاجة اسمها accountability group. ان انا مثلا اقعد قصاد جروب واقول لهم ان انا عندي بتنرفز على اولادي وبزعق وبشتم، وهم they hold me accountable. برضو فيها الريسبونسبيلتي ان انا باقر. وطبعا سر الاعتراف يتميز بقى عن الاكونتابيلتي جروبز والالكول انونيمس وكل السبورت جروب دي ان ده سر، يعني في عمل الروح القدس. الروح القدس يعني ابونا لما بيرفع الصليب وبيصلي لي فعلا زي ما بيقول اقطع عنا كل رباطات خطايانا. فالخطيه اللي ربطاني دي الروح القدس كده كانه ماسك مقص وبيقطع رباطات الخطيه. فالانسان بياخد حريه. الواحد اللي بيعترف بتوبه اكن في بردن على كتفه والبردن ده بيترمي كومبليتلي. ربنا بيشيل الحمل الثقيل من على كتف الانسان. فده مصلحتي. ده غير كده الارشادات بتاع ابونا، ان ابونا بياخد اسمه بيحطه على المذبح بيصلي من اجلي. كل الحاجات دي بتخلي الانسان يقدر ان هو ينتصر في سر الاعتراف. فلازم نشجع ولادنا من السن الصغير قوي ان هم يبتدوا يعترفوا. واعرفهم ان الاعتراف ده له قعده حكاوي ولا قعده مشاكل، لان في ناس كتير هيقعدوا يحكوا ويحكوا مشاكل والاعتراف ده يبقى يعني شورت، يعني مختصر تو ذا بوينت. ولو ابونا عايز يسال على نقطه هيسال عنها. لكن يعني انا في رايي الاعتراف الحقيقي should not exceed 45 minutes. اوكي. وعلم بقى اولادي بالطريقه دي. سيدنا معنا كلام يفتك ان احنا كل الاسرار بتاعتنا، يعني مثلا التناول، الاعتراف، الصيام، كل الحاجات دي نبتدي نغرسها في ولادنا في اول 6 سنين حتى لو بطريقه مبسطه جدا علشان يبقوا عارفين. عارف ان في حاجه اسمها اعتراف، في حاجه اسمها صوم، حاجه اسمها صلاه، حاجه اسمها عاشور. الحاجات دي تتغرس. بعد كده لما اكبر من بعد 6 سنين علموا ازاي وأجي أشرح له ليه. بس. وهي حلوة قوي فكرة الأب الكاهن اللي بياخد بتوع السانداي سكول يعترفوا. دي يعني اسم الصليب موجودة في كنائس كتيرة. حلوة يعني مثلا الأسبوع الأولاني يروح بتوع أولى وتانية وتالتة ويروحوا له يعترفوا كده. يعني حاجة جميلة يعني.